السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد الريادي الإخباري اللي غادي نطرقوا فيه آخر أخبار فريق الرجاء البيضاوي، وكنتمنى منكم تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب مع التعليق على الفيديو والاشتراك في القناة، وأيضا تبارتاجوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم ولتشجيعنا على الاستمرار، وشكرا لكم. غادي نطرقوا اليوم للصراع القائم بين فريق الرجاء البيضاوي وبالجيش الملكي على الصدارة والظفر باللقب ديال البطولة الاحترافية لهذا الموسم هذا. فكما كتعلموا الآن الفرق بين فريق الرجاء البيضاوي والجيش الملكي 4 نقاط، مع مباراة ناقصة لفريق الرجاء البيضاوي، إذا انتصر فيها فبطبيعة الحال غتبقى الفرق ديال نقطة واحدة. المباراة القادمة ديال فريق الرجاء البيضاوي غتكون ضد نهضة بركان، وغتكون الرجاء البيضاوي هي المستقبله ديال مستقبل الفريق البركاني. فاللي غادي نقدروا نقولوا الفرق بين الرجاء البيضاوي والجيش الملكي يعني في استمراريه ديال البطوله وفي الظفر على البطوله، فدائما فريق الجيش الملكي كيوصل الدورات الاخيره كيوقع ليه واحد ديكالاج وكيفشل. فشفنا ما وقع على الجيش الملكي في مباراة الحسنية، حتى في المباريات اللي كانوا قبل فكان انتصار يعني كانوا كينتصروا بصعوبة، لأن بطبيعة الحال فريق الجيش الملكي ما ملفينش الضغط، خاصة كان الفرق بين فريق الجيش الملكي والرجاء البيضاوي 4 ديال النقاط، وطاحوا في الضغط ديال الهروب من الملاحق اللي هو الرجاء البيضاوي. لكن المشكل اللي وقع ان الجيش الملكي ماشي نادي الالقاب، بهذه العباره اللي غادي نقولها، يعني ما ملفش انه ينافس على الالقاب في كل موسم كينافس على الالقاب، فكان كيلعب الدور ديال تنشيط البطوله في السنوات اللي قبل، لكن في هذه السنه اللي فاتت حرز على البطوله، هنا كيدافع على اللقب ديالو، وعندو تركيبة بشرية لا بأس بها. لكن اللي وقع في مباراة ديال الحسنية فممكن نقدرو نقولو أنها النقطة اللي أفادت الكأس عند الكتيبة ديال الجيش الملكي، وخرجت اللاعبين من التركيز ومن الصواب ديالهم، وخلات مدرب الجيش كينطق بشي أشياء غير مفهومة، خلات إدارة الرجاء البيضاوي كتشكي الجامعة الملكية تصريحات لمسؤولة ديال مدرب الجيش، لأنه كان في غنى عنها بكل صراحة، وكان يهضر على التكتيك ديال المدرب في سكيتيوي، لأن مدرب سكيتيوي في المباراة ديالو ضد الجيش الملكي قرا الخصم مزيان وكان مستعد ليه، وعرف كيفاش ينتصر على الجيش الملكي أداء ونتيجة. باش نكونوا واضحين، أداء ونتيجة انتصر عليه سكيتيوي. هنا المدربين اللي كيكونوا كيخدموا، فمدرب سكيتيوي نقدروا نقولوا انه ملقاش الكتيبه اللي غادي يخدم عليها، لانه مدرب عنده كفاءه ديالو تبارك الله وكيخدم في صمت، ما عمرنا شفنا انه خرج بتصريح يعني ضد شي فريق او جمهور، او مدرب محترم عنده شخصيه طيبه الناس كيحترموه من كاع الفرق كيحترموا سكيتي بكل صراحه. فمدرب تونسي خرج عن الصواب ديالو، وايضا دخل في صراع مع الناجي، لانه احتج الناجي على المدرب وقال له ما كانش لك تخرجني وتدخل حدراف، يعني نقدروا نقولوا غرفه الملابس ديال الجيش الملكي فيها تصدعات. الرجاء البيضاوي الان مركز، كاين دعم ديال الرئيس بطبيعه الحال، كاين التركيز ديال المدرب اللي عارف حق المسؤوليه، وانه كيجتمع مع اللاعبين كيحاول يخرجهم من هذيك الضغط اللي حاولوا الجيش الملكي يضغطوا به على الفريق الرجاء البيضاوي، لان المكتب كان ذكي، فالضغط اللي كانوا بغاو يحطوا على الرجاء البيضاوي رجع عليهم هما نيت بالشكايه اللي تشكاو اللي رفعوها على المدرب التونسي. فكاين دابا الان صراع بين الهبطي وبين الرجاء، وانا اصبح صراع بين المدرب وبين الرجاء لدى غرفه النزاعات في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. فالان تركيز كاين تركيز بين لمن زيمباور اللي عارف حق المسؤولية، عارف ان البطولة الان تقترب للرجاء، خاص غير التركيز وخاص غير الانتصار،
لان الجيش الملكي دخل في الدوامه اللي كنت قلتها لكم سابقا. قلت لكم راه ما يمكنش، يعني رجعتوا الفيديوهات ديالي القدام، راه ما يمكنش الجيش الملكي انها ما غتنهزم حتى شي ماتش، وما يمكنش انها ما غتتعادلش. خاص الرجاء البيضاوي فقط الانتصار. يعني كنت كنقولها في الست المباريات اللي فاتت، كنت خاص الرجاء خاص تنتصر في هاد الست المباريات اللي بقاو. الرجاء غدا في الطريق الصحيح، كتنتصر. المباراة ديال بركان لا بديع على ثلاثة النقاط. الجيش الملكي منهار نقدروا نقولوا، فما يمكنش انه غيكون عنده النفس طويل. وانا كنتوقع التعادل ديالو في المباراة القديمة، والان اللاعبين داخلين في واحد الدوامة صعيبة ديال الجيش الملكي. يجب الرجاء البيضاوي التفطن لهذا الامر واستغلال الفرصة ايضا للظفر باللقب. اما بخصوص الخبر اللي تداول ديال التوقيع ديال اللاعب يونس النجاري لاعب اولمبيك اسفي اللي غينتهي العقد ديالو هاد السنة هذه، فلحد الان باش نكونوا واقعيين راه ما كاينش عقد رسمي بين فريق الرجاء البيضاوي وبين اللاعب، لكن كاينه رغبة ديال اللاعب انه يمثل فريق الرجاء البيضاوي، انه يتعاقد مع فريق الرجاء البيضاوي. كاين اتفاق ثنائي بين اللاعب والفريق. هل هناك عقد مبدئي؟ هاد النقطة ما نقدرش نجزم فيها، لكن اللي نقدر نأكد أن يقدر يكون هناك عقد مبدئي بين اللاعب وبين الإدارة. فالعقد المبدئي اللي كيقدروا يقولوا لي كاين إشاعات أنه كاين عقد مبدئي لمدة 3 سنوات. فلحد الآن نقدر نقولوا اللاعب أصبح رجاويا، لكن ليس 100%، ليس 100%، لأن البطولة مازال ما سالاتش. وانا كنت قلت لكم يعني كاين التوقيع لثلاثه اللاعبين في الفيديوهات السابقه، فالان بهذا التعاقد اللي غادي يكون شبه، انا كنأكدش انه وقعوا مع مؤكد، لكن شبه مؤكد ان اللاعب غادي يوقع في الرجاء البيضاوي، وهذا هو التعاقد الثالث اللي غادي نقدروا نقولوا لفريق الرجاء البيضاوي، اضافه على ان هناك كاين مفاوضات مع لاعبين من جنوب الصحراء، مهاجم وايضا لاعب وسط ميدان دفاعي، وايضا لاعب اخر كيلعب مركز ديال ظهير ايسر. لكن ما مأكدينش من هذا الخبر، هذا اللي غنأكدين منه انه كاين مفاوضات، ما كاينش تعاقد رسمي لحد الان. غادي يجيو الفتره ديال الاختبارات البدنيه والطبيه في الفتره الصيفيه، فهنا غادي تحكم عليهم طبيعه العقد، هل سيوقعون لفريق الرجاء البيضاوي ام لا. على العموم هادشي اللي كاين في اخبار فريق الرجاء البيضاوي. دائما نبحث على المصداقيه، فنتمنى منكم دعمنا بالضغط على زر الاعجاب مع التعليق على الفيديو والاشتراك في القناه، وشكرا لكم.